من ورث ورث ومن ما بش معاده وريث ومن هبش يهبش ومن ما بش معاده يعيش ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر ما بش مفرعة يحلها الله ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر ما بش مفرعة يحلها الله من ورث ورث ومن ما بش معاده وريث ومن هبش يهبش ومن ما بش معاده يعيش ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر ما بش مفرعة يحلها الله ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر ما بش مفرعة يحلها الله خف عندك ضيعت حقك بيعوض الله ومن يدور بايلك والسعادة هدلك والعمر مر وانتبه من ظلمة اليوم لا تنسيك شمس بكرة أنا المستر حمود يا أخي أنا ضبحت يا أخي أنا تعبت أبناء يسمموا أبوهم يا أخي زرن خلينا نغلق القضية ونخلص من هذا الموضوع ما هو ده الله إيش ما أقول لك حاجة أوه. أنا الكبير أنا تمام وأنا الكل في الكل فضروري تسلم لي مفتاح الخزنة بعد ما تفتح خلي خيزران هكذا تموت في غيظها يو لو تبصروا كم به من أحلام وأمنيات في راسي هذا خليه يشتري لي فساتين والعطورات الحمد لله يا رب شكرا أخيرا تسلمي يا بنتي على الطباخة هذه تسلمي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا ارحبي ليش ما تنزلوا تتغدوا معي ليش ما تنزلوا تاكلوا معي قلبي عليكم قلبي يوجعني عليكم أحس أنكم جاوعين ومشردين ومبهذلين وميتين جوع الله المستعان عليكم بس وأنا أقول أن أنتم إحنا جيران وإحنا أهل وإحنا ها الله يحفظك ليش يا عيالي ليش بيتك ومطرحك كلي تفضلي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ها إحنا قلنا إنه يعني تأكلي مش تأكلينا كلنا وكلي معانا كيف حالك يا بنتي يا رحمة ها أنا بخير الحمد لله سلامتك مالك كذا تتكلمين وانت تتكشعين من تحت نخرك ما سوي لك جاني قوم اكسر لك بيض كسر البيض كسروا مشك انت وبوكي مالك تتنطخين كذا اكو مف ايه زوج بتاك لمو ريشها انتفش
يا قد 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 قلب صور شكم اش كنتوا هي خلاص يا ويه يفدوا بك فداء عليا ما لها ديابة خلاص 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 عادي طيب ما علمتوش بيش تفر العالم كلهم عرفوا القصه حقنا ما بقى الخزنه الخزنه ما بوش حاجه من العماره تتخبى كل الناس دارين صح بنتي ايوه ها وش عاد سويتي موضوع الخزنه والله يا بنتي فتحنا الحمد لله شو كله فتحوها ايوه وش حصل بشتري نحنا على الورد ايوه صلي على النبي صلي على النبي هيا مو عذب الشيطان ودين يلا بسم الله صلوا على النبي يا جماعة خلونا نقرأ الوصية حق الحاج ونشوف إيش كتب اللهم صلي وسلم على باطن وظاهر اللهم صلي وسلم عليه تفضل تفضل على طول ضبنا نافتة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحاج نعمان ضرجمة أكتب هذه الوصية وأنا بكامل قوايا العقلية موضحا فيها مالي وما علي وأوصي جميع الورثة بتنفيذ كل ما جاء فيها إيش اللي جاء فيها؟ أولاً أبنائي الأعزاء سامحوني خبيت عليكم زواجتي الثانية من خالتكم خيزران حرصاً على مشاعركم بعد المرحومة أمكم وكنت خايف تسببوا لها مشاكل لا إله إلا الله كان داري بكم أصا خلينا نسمع ثانياً الشخص الوحيد الذي سيطلع على بقية الوصية وكل أملاكي هو الشخص الذي اخترته ليكون وكيل على الورثة إلى أن يكملوا القسمة أكيد أكيد أنه بيقصدني أنا أكيد إن شاء الله أنه أنا بإذن الله إيه يمكن أنا أختكم أنا شوية 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 وسويت لكم وكيل للورثة لأننا داري أنكم بتصارعوا بينكم البين بعد ما أموت ولذلك لن يتم تقسيم الورث بينكم إلا بشرط وعلى الجميع الالتزام به إيش من صار؟ سبحان الله أنا حاسس أنه قاصدني أنا يا أخي أنت خلاص ارتحنا أنت يلا خارجنا خليه يكمل أعوذ بالله من غضب الله احترام الوكيل ومعاملته بكل تقدير وأوصي جميع الورثة بالمحافظة على الاحترام والأخوة والتكاتف فيما بينكم وأوصي بسداد الديون التي في ذمتي وقد وضحتها بدفتر حساب طرحته عند الوكيل عليكم أكيد أكيد كنت قاصدني أنا أننا الوكيل أحسن كمل صبركم ولهذا السبب اخترت خالتكم خيزران وكيل عليكم لأننا خايف تحرموها ورثها قد زد فعلهم خيزر وكيل عليك دحين عاد عصدهم عصي يا الله بس صورة هذه القسمة ما حتنتهي ما صدقنا قد عاد افتتح الخزنة إنه رجعت خيزر لنا عاد لعبنا مرة ثانية بختنا الله يرحمك هي ها هي هو هو دق 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 هذا جنان جنان ننام لاحق احنا وهذا ننام ماشي ماشي يمين ما تقعي وكيله علينا حسب موصية حسب موصية ولا قسما ودين ما تستلم الريال الله يرحمك يا ضرجمة كنت عارف لهن ناهي خلاص أصام موافقين خلاص خلاص خارجين الله يرحم والده شارين انت خارج يلا قد احنا تحت الميزابي ما انت هل دحن صبروا صبروا عشان منكم التزام التزام وشاكم تبصمون ايه تبصمون مثل الجن ولا والله لا يقع يوم دبوره ضحكوا علي انا بص بص اسكتي اسكتي انتي اسكتي صار ها خارج خارج ها محمود وين انت اقطب يا ابني اقطب 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 اخرتنا اين البصمة في ساعة الان وقد انت عندنا يلا يلا خارجنا خارجنا يلا كمل بسم الله يدخل في هذه الوصية الورثة التالية أسماءهم
بنتي حليمة وابني أحمد وابني كريم وبنتي كريمة ومعهم زوجتي الثانية خيزران حيد الجبل. الأملاك التالية: أولاً الأراضي والمحصول والبيت حق البلاد، طرحت البصائر حقهن في درج الخزنة. يس يس. ثانياً وهذه الأراضي والمحصول والبيت نصفها حق عيال أخي وأختي وعيال عمي، لأننا لم نقسم حق جدنا. اها، جرح نص الورث والاراضي، باقي العماره. ثالثا العماره حق المدينه، طرحت البصيره حقها مرهونه في البنك، رهنتها في قرض عندما تشاركنا انا وقريب خيزران واشترينا ارضيه بنينا فوقها مصنع اسماك. لا يا بالي بالي بالو. حملوا يا اخي حملوا. ايوه طيب شغلتوني. وبعد ما اشتريت الارضيه طلعت حق ناس مغتربين وموبيوعه بيعين، ولو ما رفعوا قضيه بالمحكمه قرحت الارضيه وزلت حق البنك. يا بالي بالو. ايه ها، دعنا هذا مكتوب في الوظيفه ولا بتالف من عندك؟ لا مكتوب مكتوب، ها اقراه. اقرا بسرعه، قد لنا ساعه بنقرا. ما نعمل، ابوكم كتب ما هنا. يلا. ورجعت اتحمل اقساط البنك وبعت ما فوقي وما تحتي وحتى ذهب أمكم. أمك أنت؟ هو كتب أمكم. باقي أهم حاجة أنني أخذت قرض ثاني من البنك واشتريت أرضية في البلاد كي أوسع زراعتي، لكن لم يكن أحد يدعمني، وأوراقها وبصائرها موجودة أيضا بالخزنة. يس يس. الحمد لله. هيا مالك. ها 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 دبور. صايمك فوق ولا حد دبور والله دبور ولا حد من الله الباري الباري. يموت هاري تموت عندنا. يموت هاري موت هاري. صايم دبور. خرج موت هاري. ايوه خلاص خلاص. موت عند امك عند امك، ما انساش مشاكل. يلا اطلع اطلع اطلع. مطقين انت والمطر يا مان. والله معلش، اطلع اطلع معانا مشوار. هين معانا مشوار. ايني انس ندي بصامه قضب. بصامه لمن؟ بصامه لهم. لا ما يبصموا. ها ايوه ودوا لك زلات. منهم؟ 5. ما شاء الله، والمطر هذا من المشعتة. والله مشعتة من صاحب الفرن الله يحفظه، قلت له محتاج المطر وقال قبل. هاي اسمع معي لك فكرة جهنمية. ما هو؟ ما رأيك تدي له عندي 5000؟ ليش؟ أنا قسم 5000 أنا وأنت نصين. الجماعة عيشتوا بصامة أمريكي. عرف بصامة من هذا الرأس. والله نشتري سفنجي وشوية تنتو وأمورنا سابرة. والله ما لك شيء يا نزغة. 1 2 3 4 5. هذه معنا ما تعجب امانه. يلا اطلع اطلع اطلع. بنعم ما هنا اطلع 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 يا عاد اسوق. اسعد من انت تعرف تسوق. تعرف تسوق؟ ها يلا هرب هرب، انا اعرف اسوق. انا تعرف تسوق؟ ايوه صدق صدق. ايوه نتعلف في الحاره على مد لا يقولوا ايش. ان احنا تاخرنا دري. يلا اوريني انك ايوه سواق. يلا 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 يلا. من انا شغل ما هو من انا شغل وبدي اتفلسف انك بتعرف تسوق. هيا ريوس يلا. اون 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 اون. اكسر اكسر اكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. استقالة. ولم أكن أتوقع منكم هذا، أن حياتي لم تهمكم حتى أنت يا خيزران القلب لم تقولي لي حتى الحمد لله على السلامة، ولذلك أكتب هذه الاستقالة حيث وأن قلبي يقطر دماء. والسلام عليكم. قدم استقالتي لخيزران. نصرح يا فقدك تستقيل من خيزران؟ يا بنتي تصدقي تصدقي ان انا جالس اقرا لهم الوصيه، واقرا اقرا 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 لما حلقي بح، وفجاه اشترغت كنت شاموت، شفت ملك الموت قدامي، شفت ملك الموت ولا واحد حرك ساكن، كلهم يتفرجوا لي. اوه من صدقك يا بشترغت. اي والله يا بنتي. اقول لك يا ساتر يا رب، يعني يا بشترغت من صدق. ها اقول لك يا بنتي كنت داحس داحس. شاموت شاموت، لولا أن الله سبحانه وتعالى أغاثني بناصر وهم يتفرجوا، ما بش واحد قال هذا الآدم يجي يموت. يفدبهم فدا على أبي، يفدبهم فدا كلهم على أبي. وأنا مع هول الموقف قمت حنقت. أيوة
واتحرك شي يمين شمال، واحد يقول اجلس الا اعمل لي زحمه يعني انهم يرجعوني، يقولوا اجلس والله ولا واحد. تعلم فناء والله انهم بلا دم، لكن يابا تسكتش. ايش اعمل طيب؟ ولو انت تشي تسكت انا ما بسكتش. بلا طيب ايش اسوي؟ يابا روح قدم فيهم شكوى لانه هذه تعتبر جريمه ضد الانسانيه. ايوه طيب على ايش اقدم؟ طالبهم بتعويض مادي ومعنوي. على ايش؟ عما لحقك من شرغه فادحه. والله انك صادقه. يا ولف عليه يا ورثي ورثه يا عول نذره ولا طلع معنا شيء، طلع الموضوع فشوش. ابا صلي على النبي واهدأ، الموضوع هذا عدي لك الضغط والسكر. صح ان احنا كلنا مقهورين وضابحين، لكن واحد يتفائل خير. اهدأ يا او يا او يا ذهبي ذهبا يا قهري قهرة يا ذهبي ذهبا انا اشتي ذهبي يا قهري قلبي وحقروني حقروني حقروني حين ادي ذهبي انا اشتي ذهبي يا قهري قهرة يا قهري قهرة. عظم الله اجركم يا ابا، عظم الله اجركم يمه، أركنتونا بالورث وجنان وعفاريت، يلا قلنا سبرت أمورنا عن الزواج، لا ورث ولا زلط، الصدق دبر أنفسكم على شي زواجه. هجعنا إحنا يما أنا في دالش هدي من روحش، عيد الله الخير ويعوضش بالجنة. ما هو أي جنة؟ أنا ما اشتيش بالجنة، اشتي عوضني بالدنيا، اشتي حقي، اشتي ذهبي بالرضاء بس صميل، اشتي ذهبي. ناهي هذي عصاب ايش؟ من أين أنتي ذهبش؟ أنتي مجنونة، من أين أنتي ذهبش؟ ما طلع معانا شيء، من أين أنتي ذهبش؟ ما هو زردي ذهبي من عند أم قالت تيم وقريع. من؟ خيزران، اشتي ذهبي؟ أنا اشتي ذهبي الآن. قصدش من المصيبة خيزرانة؟ لا ما أناش مجنونة، سير صلاة خيزران. ما اسمع يا ابن الناس، أنا اشتي ذهبي الآن تدي ذهبي، يمين بالله ما أجلس لك في بيت، لا سير بيت أهلي. وما هقيت إن المخازن يا قهران، يوم شفت عيونك أثر حوالي، الله أكبر يا عيون نظرا ناعسة ضابحات مقلباتي. أعوذ بالله من الشيطان يا قهر قلبي، ما كنا متوقعين يا عيال، الله ما كنت أعلى أن الذهب حقنا والخزنة وذا كله يطير والورث كله يطير. محمود أنت مركز، أبي وأمي قرح لهم الفيوز كل من تحت رأس الخزنة. أبي إيه وجع. أنت أبي إيه أبوكي. أمّا أنت أمّي أوقعت يعو. إي والله أبي قلب بدوي. يا الولد صب القهوة. وجع يوجع كبدك وكبد أبوك، إيش بك يا ولد؟ تخلني ذا الحين أقوم ألفع وجهك لأن أتباني أصفق في وجهك. وها بغيت بغيت أقول ولد زي. أخبارك يا بنت عمي؟ أخباري ما تدري؟ يعني ما تدري يا ولد العم؟ والله يا هي حسنة زعلانة تبغى ذهبها. ذهبها؟ أبغى ذهبي. إيه ذهب. أشتي ذهبي. منين؟ I want ذهبي. منين أجيب ذهبك؟ والله ما أعلم منين أجيب ذهبك. ذهبك تبينه عند أمك ولا عند أبوك؟ روح أقدام وإن شاء الله بتردينه. يلا الله يفتح عليك، ماشي عندي ذهب. تبين تروحين روحين، أنا حراف والله ما معي شيء. وأنا أقول لك أشتي ذهبي. أشتي ذهبي يا كري. حرام لا تدي ذهبي يا كري، اني لا اخليك البيت واخطا. ها وانا مثل امي ما اجيب ذهبك، ولو تبي تروحي وداخل ذاك الطريق روحي عند امك. عجبك ولا الله يفتح عليكي؟ شحتوا يا عياء. ما يما صلي على النبي. شحتوا يا عياء. انا اوريكم واوري ابنكم. يعني ايش؟ حرام ما انا جالسه الف في بيت. يا بنتي روحي. حرام ما اجلس لك في بقعه يا كريم، لا تدور بعدي ساعه الهربي. الباب طيب. يا الله تهددني. اي ما تعلمن انا هبس لحظه يا مهملني وناوي في غيابك.
دام كلي ناوي الفرقه بقوله اللي بقوله. انت يعني لا نويت تغيب بوقف عند بابك لا وربي. تقف الدنيا وانا تأبى الرجولة ما تعودت تتبع المقفي ولو حضر جنابك روح روح عساها خيرتك والدرب لك عرضه وطوله. ايه لعنننننن على تائه. صبحكم الله بالخير والعافية. صباح الرضا، صباح النعيم، صباح الحنك، صباح الضيق، صباح الحب والهنا والحياة، صباح الجن والعفاريت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاضرين جميعا نفتتح الجلسة رقم 3 ونشوف موصية ما جاء فيها. حيدران عند الله وعندش قدينا الحلقة دي حامضل عد زيدي هاش قد ذمي وعمتي بس دنشناتين وسارين يحنقي ما عاد باقي معانا. باقي مدسم، باقي مدسم. اصبر اصبر عادك ما قد شفت من جمال الله سبلته. اذونه ها؟ اذونه بنية جمال حقي ولا حقك؟ حقي جمال يعني انا حرة اذونه رجوله يده نخرته ما دخلك. راحتش انت رئيسه تقول باقي الدسم عاد باقي خير اتحفنا يا ناصر كمل. انا مشحب مشحب وتعب يعلم الله ابو رحمه هذا داعى علي ولا من غدا كمل انت كمل يا غدا. بسم الله منش. عاشرا اوصي الورثه بسداد الديون الذي في ذمتي حق الناس واولها 1.5 مليون مؤخر الخيزره وباقي المهر حقها سددوها من ورثي. لا 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 هذا سددناها على من تضحكوا ما بشوفها مننا. انا مستغرب مستغرب من ابي كان رطب قوي لا عند خيزره. يا عمو هدهدا عد باقي بلاوي وجنبها 3000 دولار سلفتها من اهيه في ربشه عندما سافرت القاهره. ما بش هذا الخبر ولا بهذا الكلام على من بتضحكوا هذا الكلام مرفوض مسدد كله. عد جدو ما هوش داري من من تسلف قال لك والباقي ما نش داري من من تسلف فلا تسددوا احد الا من جاكم بورقه بخط يدي وتوقيعي. قلت لكم سيباني ها الشيبه هذا كان عيب الزنا في 60 داهيه انما هو يابا ما عادش داري من بيسدد عجلنا من كل داري وقوس. العماره مرهونه ونص الشقق مبيوعات وما بش ايجارات وفوق ذا ديو جر يا بيجر يعني قرحنا ما بش ورث. كيف ما بش ورث؟ هو ذا ها بيقول لكم باقي الجنبية الصيفاني حق بي طرحتها بالدرج حق الخزنة وبندق جرمل عند عمتي حليمة وسلامتكم. أيوة البندق عندي في البلاد. الله لا وفقش يا خزنة الله لا وفقش ولا سامحش يعني ثروة جدي كلها طارت في أرضية وهمية وقصاء. قد قلنا لكم خيزرن هذه عد جيت نحسنا من البداية ما حدش صدقني وأنا فهمتكم من البداية صح ولا ماشي؟ صح. يا أنا النايبة حقي أنا ودانا أنتي متأكدة؟ ما تلبسيش النظارة؟ لا خسف الله بكم يعني ما دامت النايبة يعني أنا جالسة أسمع كلام ما لهش دخل في الموضوع. إحنا ما جمعناكم هنا إلا نتم ونسكهلنا ونتخلص من المشاكل دي وننتهي كذا يا عيالي ما شنسج يا جهالي شن تسدن وربي يبارك في حلالكم يبارك في أيامكم وأعماركم صحتكم وترجع أموركم مثل الناس ما بلا سدوا مثل الناس وخلوا أموركم مستوية واتفقوا على كلمة واحدة. ما هو ذا محكا عقكم ذا جننونا ذا حين أنا طرحتنا عقل ألماء كنا ليش من البداية هذا الكلام تقوليه لنفسش مش جيت بعلي علينا فهمي نفسش وانت خبر بالكلام هذا مش جيتي تقصد الدنيا من هذه؟ يا عيال استحوا على نفسكم عيب لي ساعة واقف أنا والأكل قد برد وأنا جالس أقول لكم هيا قوموا تغدى وما ينفعش لكم من أمس وانتوا ولا دكتور لقمة ما بلا قوموا ما يصلح هذا الخبر. محمود من بلا حاكي ما تشتي يا با شابعين قانعين قوموا نتغدى خيرة الله على دمك انتوا يا قوموا. يا بابا الصدق ما نشتيش هذا العيشة نشتي أمي يا بابا. ما تشتي من موش يا بابا أنا بنحس نفسي ساعة اليتيم الصدق البيت بدون هذا لا نشتي أمي يا بنتي كلنا نشتيها ترجع
أنا قلت ما شيء مش مع متضم خيال وحابب بمزرق ما أسيش ترجع، لكن سهل دحين معنا مشاكل، خلينا نقسم الورث احنا وعمش ونكمل مشاكلنا هذا ويقع لي شوي الزلط واسر اشتري ذهبها وبعدين اسر اراجعها من لها وارثها وانا مدعوس. فما بالاخر دحين قوموا كلوا وبعدين سيساها. هي يعني انت حانب لنا بالذهب بس؟ يا بالبيت مظلم من غير امي ايش تمي؟ ماشي انت يا هاي قوى يا ابا. يا بنتي احنا كلنا فاقد الله. الله يلاكم جاي. كلنا فاقد الله. انا فاقد الله قوي يا بابا. انا مش اكثر مني يا بنتي. كان غني لها مدري وترجع. ما اشتغل غني لك. حارثي. حاضر. خلاص قلنا على الرجعة من البكاء. هلا هلا بأحبابي، هلا بأولادي الحلوين، هلا بالمال والضمار. أديت لكم اليوم غدا من روحه من كل ما لبض وطاب. تغدى يا با يهنا بالعافية، أنا ما بش نفس. ليش ما تشوفش تغدوا؟ ما لناش نفس، ما بش نفس. الصدق يا با يعني أنت داري إن البيت ظلمي بغير أمي الصدق. وأنا والله ساعة اليتيمة من غير أمي. قولوا لي هكذا زعلانين على أمكم. أكيد. اسمع بكر سير عملك وأنتي سيري الجامعة، ما عليكم من هذا الخبر، وأنت رقد ما عليك. يا عيالي أنا أفدى لكم، اتغدوا. أنا أعتسر أذاكر. عن إذنك يا أبا. ما صار غدا. غدا أنت تمام. أمي سهل سهل يا أبا، خليني أحسك عند الورث بس. وأنت ليش ما تصير مع أخوتك؟ ما سلف علي يا أبا، أنا غاثي. وأنت غاثي؟ من مغاثي؟ أنا صدق غاثي على حاجة خيرة. ما هن؟ يعني أمك؟ ماشي أمي. ها ما هو؟ أنت داري إنه يعني يا أبا معك عيال في البيت اثنين مزوجين يعني اشتوا زواجه. اديتها للغازي، سديت نفسي، حرام ما تستاهلوا شيء، وان انا عاد ارجع هنا المطعم وارجع الفلوس، انتم ما تستاهلوش ولا حاجه، خاطركم. من ورث ورث ومن ما بش معاده وريث، ومن هبش يهبش ومن ما بش معاده يعيش، ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر، ما بش مفرعة يحلها الله، ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر، ما بش مفرعة. هبش يهبش ومن ما بش معاه دور يعيش، ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر، ما بش مفرعة يحلها الله، ومن تصبر صبر بكرة عتصبره قدر، ما بش مفرعة يحلها الله.
لف عندك ضيعت حق.